في محطاتنا التنموية مشاهدينا الكرام، وفي إطار الإرشاد الفلاحي ومرافقة للفلاحين، نظمت لجنة من المعهد الوطني لحماية النباتات والأشجار المثمرة لولاية تيندوف، نظمت حملة تحسيسية لمتابعة المحاصيل الزراعية. القافلة تقوم بزيارة ميدانية إلى المستثمرات الفلاحية، الشيء الذي استحسنه الفلاحون. التغطية لزميلنا عمار طواكين. في إطار مرافقة الفلاحين، نظمت لجنة مختصة في الزراعة الصحراوية قافلة تحسيسية لفائدة فلاحي ولاية تندوف بالمستثمرات الفلاحية، مع تقديم جملة من الإرشادات لحماية النباتات والأشجار المثمرة. خلال هذه الأيام التحسيسية نحاول نعطي توجيهات للفلاحين، خاصة نحن كمعهد وطني لحماية النباتات، في كيفية وقاية المزروعات وكيفية تجنب الإصابة بمعظم الآفات والأمراض التي تصيب النباتات. مرافقة الفلاحين فيما يخص المتابعة التقنية للأشجار المثمرة، المتابعة التقنية لأشجار النخيل، وكذا المتابعة التقنية للمحاصيل المحمية. المبادرة استحسنها فلاحو المنطقة. في الواد مهيا نجو نشوفوا باش يعطونا نصائح في هذه الشجرة المثمرة، هذا التقليم قضية هذا، احنا تعرفنا الولاية ناقصة في هذا التقليم، ونتمناو من المصالح الفلاحة هذا الشيء واللي كل مرة يجونا كل يعطونا نصائح يعطونا هذا ويشوفونا يشوفوا واش يخصنا واش باغي. لتواصل هذه اللجنة عملها لتشمل الفلاحين الناشطين عبر مختلف المحيطات الفلاحية بتندوف.